اليوم السابع برحب بيكم فيديو جديد من محافظة الشرقية. احنا النهاردة موجودين في منطقة وعز محافظة الشرقية، معانا الشيخ سعيد عبد الدايم مدير إدارة التوجيه بمنطقة وعز الشرقية. احنا برحب بحضرتك على اليوم السابع، ولو حضرتك تحدثنا كده عن منطقة وعز الشرقية ولجنة الفتوى اللي بتضمها منطقة الوعز. يعني اولا اهلا بحضرتك ومنورة منطقة وعز الشرقية، واهلا باليوم السابع. منطقة وعز الشرقية هذه المنطقة والتي تتبع الأزهر الشريف بتشمل الوعظ والإرشاد، لجنة الفتوى والمصالحات. الوعظ والإرشاد بيقوم وعظ الشرقية بالوعظ والإرشاد في المساجد والمصالح الحكومية والمصالح الشرطية على مستوى المحافظة بنظام خطط معينة ودروس ثابتة. لجنة منطقة الشرقية فيها لجنة الفتوى. أولا عدد لجان الفتوى في المحافظة 19 لجنة، 19 لجنة فتوى، منها الفتوى الرئيسية بزقازيق اللي هي في منطقة الشرقية. اللجان ديت كل يوم بتستقبل المواطنين، بتستقبل أصحاب الفتاوى، الناس اللي جاية تسأل، سواء كانت الأسئلة ديت في أي موضوع من الموضوعات التي تهم المجتمع وتهم المواطنين، كالطلاق والميراث والرضاعة والزواج وغيرها من الأسئلة العامة التي اتعرض لها المجتمع. ربما احنا بيجينا أعداد كثيرة جدا في لجان الفتوى، وخاصة الفتوى الرئيسية. الفتوى الرئيسية عندي تقريبا يوميا ربما 50 أو 60 فتوى يوميا، يعني لو تحصيهم يمكن يتعدوا في السنة أكثر من 15 ألف فتوى سنويا في اللجنة الرئيسية فقط لا غير. بيجينا لم الشمل في لجان الفتوى اللي هي المشاكل اللي تكون بين الزوجين، وبنحاول ان احنا نحلها وبنقوم على حلها، والحمد لله رب العالمين بفضل الله اي مشكله بتجيلنا احنا تقريبا اكثر من 90% من المشاكل اللي بين الزوجين بنقدر ان احنا نحلها، والناس بتطلع مترضيين والمشكله بنحلها باذن الله عز وجل وبفضله سبحانه وتعالى. يعني لو تحدثنا كده عن بعض القضايا اللي انتوا بتستقبلوها وبتكون يعني قضايا يعني محتاجة يعني دراسة وحكم وحكم فيها، يعني بيكون يعني زي ما نقول كده قضايا معقدة. هو احنا بنستقبل جميع القضايا. طبعا معظم الأسئلة تلاقي في الطلاق، وبعدين بعد كده هتلاقي في الميراث، هتلاقي عن أحكام فوائد وأرباح البنوك، هتلاقي في الزواج، في الرضاعة، في المعاملات التجارية بين الناس، المعاملات التجارية بين الشركات. دي كلها أسئلة إحنا بنستقبلها للمواطنين، لكن بيبقى أحيانا في قضايا بتتعلق بزي الواحد ما بينساهاش، يعني بتاخد لأنها بتاخد وقت طويل جدا، بتبقى عبارة عن سؤال وتحول السؤال إلى قضية، وبنحاول إن إحنا نصلح بين أطرافها. يعني أنا أتذكر قضية جت لنا هنا في يوم، وربما القضية ديت قعدت معانا فترة طويلة جدا، ان واحد وده من الجهل، جهل بعض الناس التي تتعرض للفتية بغير علم. واحد اخته شغالة في الخليج، وبعدين بعتت له الفلوس حطها لي احفظها لي في البنك، فهو نصب نفسه مفتي وعالم وقال لا 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 بنك ايه، البنوك دي حرام، انا اخوك احفظ لك على مالك، انا احفظهم لك، انا كده. والست قعدت شغالة اكتر من 10 سنين في الخليج، تبعت له فلوس، هو يحوش ده الفلوس، ولما جت تطلبهم اديني مال يا اخويا، قال لها اديني 20% من مالك لان انا حافظت لك على مالك. يبقى هو ضيع لها حق ارباحها اللي كانت ممكن تزيد، ها، وفي نفس الوقت خد 20% من مالها، وبدا يحاسبها على كل خطوه عملها يقول لي اخد 20%. القضيه دي تطرقت لخلافات كبيره بين الاسره، بين السيده وزوجها وابنائها، وبين هذا الرجل وبين ابنائه، ثم تطورت إلى الأخوة والأخوات وأبنائهم، وصارت قضية كبيرة جدا بين العائلة كلها، اللي كان متضامن مع الأخت اللي ضاع مالها، واللي كان بيتضامن مع الأخ اللي هو خد أو عاوز ياخد 20% من مال أخته بغير وجه حق. القضية قعدت معانا فترة طويلة، لكن الحمد لله رب العالمين بفضل الله عز وجل تم حلها في النهاية، والست خدت أموالها كاملة في منطقة وعز الشرقية.
بيجينا احيانا فتاوى في الرضاعة وبتبقى مشكلة كبيرة جدا بين الناس، وفتاوى الرضاعة يعني بنقوم على حلها، وإذا كانت القضية كبيرة تستدعي عقد اللجنة برئاسة فضيلة الشيخ أحمد عبد القادر مدير عام منطقة الشرقية هنا، بنعقد اللجنة في مكتب فضيلة الشيخ أحمد والأعضاء، وبنشوف القضية وبنعمل على حلها. أحيانا بيجينا قضايا حوادث زي قتل الخطأ أو الإصابات وغيرها، وبديت برضو بنعمل على حل هذه القضايا. في بعض القضايا ممكن تاخد منا يوم واثنين واسبوع وشهر واثنين، خاصة اللي هي فيها صلح ومصالحات بين أفراد الأسرة الواحدة أو بين عائلتين، فبتحتاج وقت عشان نقدر نحن نصلح ونوفق بين الاثنين، وبنوفق دايما بينهم. أول حاجة بيبقى عندنا الهدف الأسمى، ولا تنسوا الفضل بينكم، وبعدين بعد كده خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فبنأمرهم بالعفو والتسامح، وأن يعفو بعضهم عن إيه؟ عن بعض، عشان نقدر نحن نصل إلى الصلح والتراضي بين أطراف المشكلة. حضرتك يعني ازاي المواطن العادي يقدر يتواصل بسهوله مع لجنه الفتوى والوعظ بالشرعي؟ والتواصل معنا اما بالحضور شخصيا الى لجنه الفتوى الرئيسيه او اللجان الفرعيه في مراكز المحافظه الشرقيه، او بالتواصل بالتليفون، كل لجنه فيها تليفون محمول او تليفون ارضي، او بالتواصل على مواقع الانترنت سواء الفيس او الواتس، السوشيال ميديا عموما، واحنا بنرد على جميع الاسئله اللي هي بتجيلنا. يعني اعضاء اللجنه لو تحدثنا يعني عنهم وعن مواصفات اختيار عضو لجنه الفتوى. مواصفات اختيار عضو لجنه الفتوى، اولا ان هو يكون من خريج كليه الشريعه والقانون، ثانيا يكون من خريج كليات الازهريه الخمس، دائما الازهر بيعقد له دورات تدريبيه باستمرار الرقي بحال الواعظ، وللاطلاع على جميع الفتاوى الحديثة والمستجدات التي تحدث في المجتمع. فالأزهر باستمرار بيعمل دورات تدريبية لجميع أعضاء لجان الفتوى على مستوى الجمهورية مش الشرقية بس. ليه؟ عشان الاطلاع على القضايا الحديثة وحل المشكلات الحديثة التي تحدث في المجتمع، والاطلاع على القضايا المعاصرة والفتاوى المعاصرة. يعني لو حضرتك تذكر لنا ايه بعد يعني القضايا اللي بقت معاصره فرضت نفسها على المجتمع وابتدى المواطنين يعني يسالوا راي الدين فيها؟ هي معظم القضايا المعاصره بيسالوا فيها كان الفتره الاخيره ديت شهادات الاستثمار اللي الدوله نزلتها، خاصه بعد فتوه كورونا برضو، بعض مشاكل الزواج العرفي اللي بتحدث في المجتمع، وازاي ان احنا نتكلم مع الناس ديت ونحل القضايا دي كلها. تمام.